أهم شيء إحنا ندعم جهود اللجنة الوطنية. نعم. من ناحية مساعدة المتضررين والمحتاجين والتنمية المستدامة اللي تخلد وقفة البحرين في الحملة. مثلا عندنا الآن توزيع 60,000 وجبة على المقيمين، وتعرف أن الجوع شيء مؤلم والجوع ما يصبر، فاللي يقومون بشبابنا شيء خيال ورائع على مستوى العالم نفتخر به. وراح نواصل أكثر إلى 100,000 بالتدريج. تعاقدنا مع عدد من الأماكن المميزة في الطبخ إلى ما استنفذنا الجهات، استعاننا بالأسر المنتجة، أعطنا بعض المباني اللي ممكن تكون مخصصة لهم يقدمون الوجبات. وبالنسبة حق مو بس وجبة الإفطار، لأن عندنا كثير من المسلمين أيضا وفر لهم السحور. في كوبونات مشتريات للمحتاجين، دعم الأسر المنتجة ويستحقون، لأن هم بادروا ودعمنا. أول ما أعلنوا أن لازم نلبس كمامات في كل مكان كان في شح في السوق. نعم. فأول ناس ساعدونا في صناعة الكمامات يعني بشيء راقي. أنا شفت كمامات مقترحة في أمريكا عبارة عن فوطة مطبخ يلفونها بلاستيك على وجههم، والكمامات البحرينية راقية قبل الغسل وعادة استعمال. حالات هي الأسر ندعمهم. نعم. كلهم اللي وقفوا معانا سواء في الكمامات أو في الطبخ أو اللي ودهم يشتغلون بس أماكن اللي يشتغلون فيهم مسكرة أو ظروف ما تسمحهم، راح نساعدهم. الأشخاص الغير مسجلين في التأمينات مثل اللي وصلون الأطفال في الباص. نعم. صباب القهوة وهل في